وللحديث حول ذلك ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي منيف الحربي. مرحبا بكم أستاذ منيف. بداية، انتهت هذه المشاورات بين طرفي اليمن الحوثيين والحكومة الشرعية، برأيك أو ما هو مدى تفاؤلكم بهذه الاتفاقية الأخيرة؟ طبعا بالبداية نذكر أنه الحوثيين عادوا إلى طاولة التفاوض بعد آخر تفاوض كان في 30 يوليو 2016 في الكويت اللي استمرت أكثر من 90 يوم، ثم تخلفهم عن جولة المفاوضات في سبتمبر 2018. بلا شك لم يذهب وفد الحوثي لهذه التفاوضات إلا بعد النجاحات الكبيرة لقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. بلا شك الحديدة، اتفاق على ميناء، تسليم ميناء الحديدة ومدينة الحديدة خلال 14 يوم والمدينة كاملة خلال 21 يوم، هذا نقلة، لأنه نعرف أنه الحديدة كانت المنفذ لميليشيا الحوثي وكانت يتم من خلالها تهريب الأسلحة من طهران. أيضا هناك إيرادات كبيرة تأتي الميليشيا الحوثي عن طريق هذا الميناء. أستاذ منيف، ماذا يجب الآن تجاه المجتمع الدولي برأيك تجاه هذه القضية وبعد هذه المفاوضات الحوثية اليمنية؟ أولا ضمان أن الحوثي يلتزم بالاتفاق اللي حدث اليوم في ستوكهولم. هذه نقطة أولى، لأنه معروف من تجارب سابقة من الحوثيين، من كان الشباب المؤمن في تاريخهم، كانوا لا يلتزمون بالاتفاقيات. أول شيء يجب ضمانة دولية بالتزامهم بالاتفاق. الأمر الثاني، الذهاب للتفاوض في يناير وفق الإطار السياسي لحل العديد من القضايا مثل مطار صنعاء، تعز، في العديد من الملفات. لكن بلا شك أنه خطوة كبيرة، كما قال الأمير خالد بن سلمان، خطوة كبيرة في استعادة اليمن واستقرار اليمن وتأمين أيضا الملاحة في البحر الأحمر. نعم، الأستاذ منيف عماش الحربي المحلل السياسي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.